أبهرت فرقة موسيقية فرنسية شهيرة يطلق عليها لاماشين الناس، ولكن هذه المرة ليست بموسيقاها، ولكن بحديقة معلقة أنشأتها في قلب العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، مستوحاة من أعمال الرسام العالمي ليوناردو دافنشي للأجسام الطائرة. قائد فرقة لاماشين: نحن ننتج الغاز عبر التحلل الطبيعي للنباتات ونولد الكهرباء ونطعم أنفسنا من النباتات، والفضل في ذلك يعود إلى هذه الحديقة المتنقلة، ومن ثم فإن لدينا استقلالا تاما من حيث الطاقة. هذه الفكرة تخيف من يبيعون الطاقة للمواطنين. وأنشأت الفرقة مجسما كبيرا يطلق عليه أيروفلورا 2 على ارتفاع 18 مترا، ويتزين بأكمله بالنباتات والبالونات والزعانف، بالإضافة إلى مراوح لتوجيه الطاقة. وأدت الفرقة الموسيقية عرضا في الشارع لتوضيح الرسالة المستفادة من هذا المجسم. ويأتي المجسم في توجه أخير من الحكومة المحلية في بيونس آيرس للترويج للحياة النظيفة الصديقة للبيئة بين المواطنين. محمد الجبالي، رويترز.